السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو التلاجة مش بتفصل معانا أول حاجة نتأكد منها، طبعا لو التلاجة دي فروست زي دي نتأكد منها إن هو بيكون تلج، ومش بيكون تلج بس، وكمان بيوصل للبالب بتاع السيرموستات اللي هو طرف السيرموستات اللي لما بيحس بالحرارة أو بيحس بالتلج حواليه بيدي أمر للسيرموستات نفسه ان هو يفصل تماما. في بعض التلاجات بيحصل فيها سدد او تسريب، وغالبا بيكون سدد ان هي بتبرد جزء من اللوحه اللي احنا شايفينها هنا وبتيجي عند الجزء الثاني. دي طبعا اخر منطقه في اللوحه بيحصل فيها تبريد، هو في الاخر علشان لما يتاكد ان هو كون تلج بالكامل بيفصل من هنا، فممكن يكون مكون عليه تلج لكن الجزء البلب دوت مش موجود عليه تلج، فده السبب. في ناس كتير بتغير السيرموستات وبترجع تقول التلاجة لسه ما بتفصلش وبتغير سيرموستات تاني، لكن ما بيكونش متكون تلج هنا. فلو في عندك سدد لازم يبقى تنظيف السدد، ولازم المكان دوت يتكون فيه تلج كمان علشان مش نص اللوحة بس او جزء منها، والجزء التاني اللي موجود فيه البلب دوت مفهوش تلج. فده السبب مهم جدا ان هو التلاجة ما تفصلش. كمان لو التلاجة مكونة تلج وما بيفصلش لازم نتأكد من الباب بتاعنا كويس، او يكون السيرموستات ان هو مش مفتوح او مش مقفول كويس، او يكون السيرموستات طبعا يكون تالف. ودي الاسباب اللي بتخلي التلاجة ما تفصلش، اللي هو التبريد ضعيف، عدم وصول التلج للبلب، والسيرموستات تالف او الباب بيخرج التبريد وبيدخل هواء سخن. ما تنساش تشترك في القناة وتدعمنا بلايك، وقول لنا رأيك او استفسارك في التعليق.